السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم يومية بدون جلوتين سمبليتا. كما كتشوفوا حاطة هذا الرقائق ديال الأرز. هو الناس كلشي كيسميوه أرز ولكن راهم مختلفين، راه ماشي كلشي أرز. وراه قلتها لكم شحال مرة، سجلت معاكم في ألبرت هاين، إلا بغيتو تشوفوا الأنواع كاملين راهم في الفيديو ديال ألبرت هاين اللي شاركت معاكم. بزاف ناس كيسولوا كيقول لك مزوينين، شكاين اللي كيقول لك كيف باش غادي ناكلهم، كاين اللي باقي عمره ما شافهم. الله يحسن العون، هنايا راه كاينين موجودين بزاف، ما كياكلهمش غير الناس اللي عندهم حساسيه الجلوتين، كياكلهم كل شي الناس، هادو عاديين. كاين اللي بيو كما كتشوفوا، بحال دابا هادي راها ماشي ارز، هادي راها ديال الذره بالملحه ديال البحر وبيو، ها فيها بزاف د الحوايج. ها انتم كيفاش دايره، رقيقه، ها هي فيها العلامه بدون جلوتين، فيها كلشي شحال من المهم السكريات الانرجي الملحه كلشي هنايا كيكون مكتوب هنا على دائما. المهم هادشي راه، ولكن هذه زعما بيو طبيعيه. كاينه ديال هذه ديال الرز بوحدو كما كتشوف، انا ما عنديش مع هذه، كنت كناكلها في الاول ملي ما كانوش باقي، ما كان خرج والو زعما، كان يلاه بداو اعوام هذه. وهذه ديال الرز ما كتعجبنيش، شوف راها محلوله، راها محلوله شحال كلوحهم الله يسمح ليا، ما زويناش بزاف، وملي كتحليها في ساعه كتخطر مغاش ليا. من الاحسن، وانا ما كناكلوش هذا الشيء بزاف. هذه كلها ديال الارز، هذه فيها 13 حبه، ها انتما، وكتبرد ليا مع كنخليها محله، كنخلي من باكيه كتبقى ليا بزاف كنساها، وما كتعجبنيش بزاف، قلت لكم غير الطوارئ صافي، ولا شي مره رشقت ليا عليها. اذا هكا كتكون هذه ما زويناش، واسمح لي غير اللوحه دابا الفراخ ولا وما كتعجبنيش. المهم كتكون على هذا الشكل، هذه راها ديال الرز ياك. اللي بغيت نشارك معكم، وكاين الاخرين من الاحسن، انا وليت كنشري لي كل باكيه صغيره فيها شي وحدين، هذوك من الاحسن كديرهم في الصاك ديالك. دابا للاسف سالاو ليا، وقلت حتى نكمل هادو، ما شريتهم وبقى ما نسيتهمش. كنت كندور في كريد فات، وريت لكم هذاك النهار غنشارك معكم ان شاء الله. المهم كنلقى هكا شي حاجه كنقول خصني نشاركها معكم. هادو راهم ماشي ديال الغاز، ماشي ديال الدرام، ماشي ديال القمح، راه كاينين عندكم حذاري، قلت لكم شحال من مره راه كاين اللي فيهم حتى القمح او القمح والروز. اذا دائما تقراو المكونات. هادو دارهم جداد ولقيتهم في كريد فات، هذاك الحانوت المحل اللي كنقول لكم فيه المكياج، فيه غادي نشارك معكم ان شاء الله مواد تجميل. سولوني عليهم الناس اللي ما كيعرفوش، المهم باقي جداد ما كيعرفوش الهولنديه، ما كيعرفوش اشنو يشريو. غادي نشارك معكم ان شاء الله المنتوجات ديالو، غندير معاه. مشيت لي غير البارح وعجبني وهذا، ولكن كنت عيانه، كنت مشيت للسوق وقلت فيه بزاف حوايج زوينين خصني نشاركهم معكم ان شاء الله. المهم هذه راها ديال العدس، هذه فيها بزاف البروتين ديال العدس. انا يلا غنشريتها ما ذقتهاش، بغيت نذوقها قلت نشاركها معكم. ما كنشوف هذه الاسئله بزاف كتطرح عليا، كتطرح في الفيسبوك كما قلت لكم، وبغيت نشارك معكم هذه جديده. ها انتما فيها العلامه بدون جلوتين حتى هي وبيو، والثمن ديالها غير كنظن اورو باش شريتها 99 سنت. كما قلت لكم ديال الذره كيكونوا مقرمشين بزاف على ديال الروز، ولكن تاع الروز راه فيها بزاف الانواع والاسماء. كاينين شي وحدين اللي ما كتقدريش تاكليهم، وكاين شي يكونوا مقرمشين، وكاينين وحدين اللي خليط ما بين الارز والذره، وكاين وحدين غنبقى لي كاين وحدين كاين نوع اخر ديال الارز الاسمر، الارز الكامل هما صحيين بزاف. هذه الاسئله شوفي دايرين هاد الغلاف، انا اول مره كنحلهم معكم، اذا انا كنكتشفهم لاول مره
شوفوا كيفاش دايرين هاد الغلاط. هادو ديال العدس، انا غادي نذوق نشوفهم كيفاش دايرين، ندير معكم التجربه. واخا كيتكالوا الناس بزاف كيسولوا باش كيتكالوا، انا غادي نديرهم دابا بشي حاجه وغنوريكم مثال باش تقدروا تاكلوهم. شوفوا التقرميشه بعدا، شوفوا واش مقرمشين ولا لا. ها مقرمشين مزيانين، انا غادي نذوق نشوف كيفاش فيهم شويه. المهم الريحه مختلفه. بسم الله. عرفتو مقرمشين بزاف. الطعم ديالهم مختلف، كنظن ماشي كلشي الناس غادي يعجبوهم. فيهم واحد، المهم هما صحيين ان شاء الله، انا غنعود نبدل بيهم. كنت متخيلهم في شكل اخر ولكن سبحان الله لقيتهم على هذا الشكل. مسوسين شي شويه. باقي كنذوق المذاق، ولكن راهم صحيين هادو بزاف كما كاتبين. اذا غادي ندير دابا غنشوف باش غادي ناكلهم وغادي نتشارك معكم. انا فرتت كل شيء. ما عرفتش واش كاينين في المغرب ولا لا. المهم قلت لكم هنا لقيتهم في كريد فات، وكاينين حتى في كنظن اكشن، وبانوا لي في البرت عين. الا باقي عقلي نفعني كما كنقولوا، الا باقي كنتذكر مزيان، كاينين في البرت عين وفي اكشن، ولكن انا شريتها قلت لكم من كريد فات. صافي دابا درت واحد القهوه هكا كيجيو مزيانين كسكروت، او شي مره كينفعوني حتى في الخرجه في الفطور قلت لكم في السفر. بزاف الناس هكا دائما، هذه حتى ما غتخسر ما والو كتشريها. هذه غنخليها تاهي معكم الناس اللي ما عارفينهاش، ولكن هذه عزيزه عليا. غير هو ملي تحلوها، ملي تحلوها ديروها في شي حاجه كتسد مزيان. الا كنتو بحالي ما كتستهلكوهاش في ساع. هذه حتى هي راها بيو، انا شفتهاش هي بيو قلتها لكم. هذه اللي ماركه رخيصه ومزويناش، ماشي كلهم زوينين قلت لكم. هذه حتى هي القرمشه ديالها راها واعره، هذه كتعجبني. هذه كلها ديال كنشوف حيت فيها اللوينات الصفر والبيض، كنقول لك ما تلفت مخلطه مع الروز، ولكن هذه كلها درا. شفتوا هذه زوينه، هذه واخا تقدروا تاكلوها غير بوحدها، هذه بنينه بنينه. هذه الا خديتها الروز، وقلت لكم من الاحسن الوليدات الصغار او نتوما العمل او خارجين واحد الخرجه صغيره، من الاحسن خذوا الباكيات الصغيورين اللي كيتهزوا، كيكونوا خمسة ولا ستة في باكية كبيرة. راني مشاتاو معاكم في السفر، فاش سافرت المرة الأخيرة لفرنسا وفتاع المغرب كنظن حقيبة السيلياكي. يلا نخليكم بخير على خير، القهوة ديالي غادي تبرد وأنا غادي نشارك معكم الصور باش تقدروا تاكلوهم. انتوما كتقدروا تاكلوهم باش ما بغيتو، انا سبحان الله من الطبيعي دايما كناكل من حاجه منها شويه، هذا هو الطبع ديالي. راني مشاركه معكم الفطور. هادو درت فرماج بحال ايدام خاودة. هادي درتها بالجبن، جبن تقدروا تعملوا فيه بحال فيلادلفيا بحال جبلي بحال اللي بغيتو. هادي بال الكونفيتير ديال الفريز او اي كونفيتير عندكم. هذا بابري كنظن كتعرفوه كاملين، انا نوريكم اللي هو هذا بري، ما عرفش واش عنده شي اسم اخر. هذه بالشوكولات، صافي قلت لكم كل شيء. هذا ببنداكاس اللي هي زبده الكاكاو، وما درتش العسل، درت ستروب، ما عرفتش كتقولي لي ستروب، انا غنوريه لكم ديال التفاح، ودي كيكون ديال الفواكه ماشي عسل. هانتوما بحال هكا التفاح والزبيب والبعويد، هو هذا ستروب. المهم عطيتكم افكار
بغيتو تمدلو العسل هو بنداكاس، راه معروف كيتكال. علاش كي هو علاش بنداكاس كيتكال بوحدو؟ باش الناس كيبدلوا الحلاوه حيت هو مالح، ولكن حنا ديناها مهم كتاريخ شفنا والدينا كياكلوه بالحلاوه ولينا حنا كناكلوه بالحلاوه. اذا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، اذا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى نكون فدتكم وعطيتكم بعض افكار و امثله انتوما باش ما بغيتو تاكلوهم تاكلوهم. عطيتكم الانواع اللي كنفضل انا واللي مزيانين، باش الا لقيتوهم في المحلات اشنو تاخدو. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نسيت ما قلتش لكم، ماشي غير هاد الاختيارات، راه تقدروا ديروا حتى الخيار مطيشه، كاين اللي كيدير فيهم فوقهم الفواكه. اذا بحال هاد الحوايج اي حاجه تقدروا ديروها معاهم. انا عطيتكم غير اختيارات واشنو غادي ناكل بهم دابا. بغيت نقول لكم الزيتون، غيجيني سؤال على اسئله على الزيتون. الزيتون راه بدون جلوتين، كيتباع هكا في البرت هين، راه بدون جلوتين مع هاد فيتا كاس الفرماج ديال الفيتا. هانتوما العلا، وي يا خويت الزيت ونوريكم العلا. كيفاش غادي ندير؟ هانتوما العلامة ديالو، كنتمنى تشوفوها. راه كل شيء تقريبا، كل شيء درت الروين، كل شيء. ما نقطعش الفيديو، غنخلي بحال هكا فيه الزعتر، وهذا كيكون زوين منسم منسم. اذا راه بزاف الزيتون، بزاف الحوايج زعما. الحمد لله بهاد البرت هاين، الحمد لله. الناس اللي في هولندا بلجيكا، الناس ديال اسبانيا، راه بحال ميركادونا حتى هي. كنتمنى تكون في المغرب ان شاء الله. ميركادونا كاينه وحده في، المهم حدا النواحي ديال اسبانيا، ولكن كنتمناو تعم المغرب كامل. اذا المهم اسئله كيجيني كيشوفوا الزيتون ولا كيقول لي صيفط لينا، ولا واش هذاك الزيتون بدون جلوتين. واخا انا كنقول راه الزيتون اي بلاصه في المغرب، راه زعما في اي بلاصه راه بدون جلوتين، لان الزيتون اشنو اللي ماشي فيه صحي. وهو انا ما كناكلوش هذا بزاف، قليل، ولادي كيعجبهم. كناكل انايا ديال الدار، المهم ما فيهش الصودا. الصودا هي اللي خايبه في الزيتون وهاد المواد ديال الزيتون. الصودا هي اللي ماشي صحيه على الناس السيلياك والناس ماشي سيلياك. اذا سمحوا لي غادي، المهم جات هاد القضيه مضحكه معكم في اخر الفيديو، ماشي مشكل. يلا نخليكم بخير وعلى خير، عطيتكم افكار. كنتمنى نكون فدتكم بهذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله.